get together and feel all right. واتس اب جايز ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه ياسين يو اس اي فلوجز. اليوم عندي واحد الرحله لواحد الدوله اللاتينيه من بعد واحد التجربه كنت درتها في المكسيك وتجربه اخرى في بونتا كانا في جمهوريه الدومينيكان. اليوم جا الدور على واحد البلاد اللي مشهوره بالموسيقى ديالها وعلى وجه الخصوص بوب مارلي، ومشهوره كذلك باوسن بولت، ومشهوره كذلك بالطبيعه والشواطئ الكاريبيه اللي غتكون الوجهه ديالنا. بلا شك عرفتوا هذه البلاد اللي هي جامايكا. غادي ندير سلسلة فيديوهات في جامايكا وغنتعرفوا على جميع المناطق السياحية والخصائص الطبيعية ديالها، تعرفوا كذلك على الحضارة والثقافة الجامايكية اللي كتعتبر من أشهر الثقافات في العالم. أنا دابا كنتواجد في مطار جورج بوش بمدينة هيوستن وغنمشي نتوجه لجامايكا وبالضبط مدينة مونتيغو باي اللي كتعتبر من أهم المدن السياحية على البحر الكاريبي. ما تنساوش قبل ما نبداو الجولة ديالنا ديروا لايك وسبسكرايب عندي في الشانل ويلا نبداو الرحلة ديالنا. طلعت دابا الايربلين ومن هنا لواحد شويه غدير الاقلاع. وصلنا دابا لجامايكا من بعد واحد الرحلة طويلة اللي دامت 6 سوايع. ويلكم تو جامايكا. حنا دابا بالضبط في مدينة مونتيغو باي. خرجت دابا من المطار وغناخد طاكسي باش نمشي للوتيل. كيف ما كتشوفوا معايا الفولو عندهم على اليمين بحال السيستم ديال الانجليز. وبالمناسبة جامايكا كانت مستعمرة من طرف بريطانيا. وصلنا دابا المنتجع اللي سميتو هيلتون روز هول. من بعد ما درت تشيك ان غنمشي دابا ندير واحد الدوره في لوطيل وغنطلع باش نوريكم الروم. كاين واحد الفيو ديال البحر اللي زوينه من هاد التيغاس. فهاد البلاصه فين كيكون نايت لايف اللي غتشوفوه معايا في اخر الحلقه. هذه هي الروم ديالي وغندخلو باش نشوفوها. الروم فيها دبل كوين باد و تي في و فريج. وهذه هي الفيو ديال التيغاس ديال الروم. واحد البرد اللي زوين جاي من البحر. من بعد ما شفتو معايا الروم ديالي من هنا غيبدا نهاري. دابا غنقربكم من الواتر بارك ديال الريزورت وغنديروا واحد الجوله فيه. واحد الكاس ديال الصودا بارد مع هاد الحرارة اللي كاينة.
كاينه واحد الاجواء اللي زوينه بزاف هنا في هذا الليزي ريفر. بالنسبة لهذا الواتر بارك فهو تابع الريزورت، وفي الفيديو القادم ان شاء الله غنقربكم من كاع لي زاكتيفيتي اللي درت فيه. دابا غنمشي نعوم ونكتشف هذا البحر ديال مونتيغو باي. الصراحة كيبان كلين وزرق وهادي. دابا غنمشي ندخل باش نعوم. الصراحه واحد العومه اللي خطيره هنا، واخا درت واحد المسافه طويله باش جيت لجامايكا، ولكن ماشي خساره في هذا المنظر هذا. كاين واحد المنظر اللي جميل بزاف هنا من فوق هذا البريدج، والصراحه كاين واحد الزروقيه اللي خطيره في البحر. خديت واحد الصوره تذكاريه من جامايكا مونتيغو باي. من بعد واحد النهار طويل جيت دابا نتغدى وغنقربكم من ريستورون بوفيه ديال لوتيل. وهذا هو غدايا ديال اليوم. من بعد ما تغديت وساليت غنمشي نكمل نهاري في مونتيغو باي. وغنقربكم اكثر من الريزورت اللي انا جالس فيه. بالإضافة للواتر بارك هذا هو البول الثاني ديال لوتيل. وبالمناسبة جامايكا هي دولة على شكل جزيرة اللي كتبلغ المساحة ديالها 11100 كيلومتر مربع، وكتعتبر كينغستون هي العاصمة ديال جامايكا. وجامايكا هي واحد الدولة اللي ناطقة باللغة الإنجليزية بحكم الاستعمار ديالها من طرف إنجلترا كيف ما شرت في السابق، وخدت الاستقلال ديالها سنة 1962. وجامايكا معروفة بهذا الفن ديال الحرف التقليدية، وهذا واحد الماركت صغير كاين في الريزورت. ودابا غنقربكم من المنظر ديال غروب الشمس في جامايكا. غيكون واحد الشو من بعد ساعة من الان في هاد البول ديال ريغي دانس. وبالمناسبة الريغي هي واحد الموسيقى للاصول ديال افريقية اللي مشهورة بها جامايكا، وكيتلقب الشعب الجامايكي باولاد الريغي نسبة الى هاد الموسيقى الشعبية. جا الوقت ديال العشاء وغندير دابا بريك باش نمشي نتفرج في الشو. وهذا ابوتايزر مكون من كراب كيك وسوب. والبلا ديال الدينر هو شرم مع فيجيتابلز ورايس.
غنعرفكم جامايكا وبالعادات والتقاليد ديالها وغنقربكم اكثر من الشعب الجامايكي، وكذلك غنكتشفوا مدن جامايكيه وغنديروا بزاف ديال لي زاكتيفيتي هنا في جامايكا. هادشي كامل غيكون عندي في القناه ديالي ان شاء الله، وغتعرفوا معلومات جديده وغتستافدوا معايا. نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم وتكونوا دوزتوا معايا واحد الوقت اللي ممتع. السلسله ديال الفيديوهات الدولي في جامايكا باقا ما سالوش، باقا غتشوفوا معايا فيديوهات جداد ومواضيع جديده. ما تنساوش تشاركوا عندي في الباج انستغرام والباج فيسبوك والباج تيك توك، واللي هما نفس الاسم ديال القناه ياسين يو اس اي فلوكس. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب عندي في الشانل، ونشوفكم في الفيديو القادم. وثانكس فور واتشينغ.